واحد من الاسماء الكبيره التونسيه اللي لعبت في الكره المصريه، اسم كبير، لاعب لنادي الزمالك والمنتخب التونسي، كابتن الكبير كابتن وسام العبدي. يا كابتن وسام، بهنيك النهارده، الف مليون مبروك اداء المنتخب التونسي. حبيبي كابتن كريم، ربنا يخليك، وان شاء الله ان شاء الله نشوفه في المباراه اللي جايه احسن من مباراه اليوم. صحيح نتيجه ايجابيه اليوم، تعادل ضد المنتخب الدنماركي، اللي منتخب الدنماركي مرشح قوي يعني يوصل للمربع الذهبي او يوصل للنهائيات، لكن المنتخب التونسي كان واقعي وكان يلعب بروح. نتيجه ايجابيه، نقطه احسن من صفر نقاط، نقطة من منتخب الدنماركي برضو، مش منتخب هين يا كابتن. أكيد منتخب الدنمارك منتخب قوي، ومنتخب يعني صحيح. كسب المنتخب الفرنسي، يعني منتخب الفرنسي هو اللي أقوى منتخب في المجموعة هذه، منتخب الفرنسي هو المتوج بآخر نسخة، يعني لازمك تكسب الدنمارك وتكسب أستراليا عشان تعدي، عشان المباراة الأخرانية، مباراة الأخرانية ضد منتخب فرنسي، منتخب فرنسي صعب اللي انت تكسبه، حتى ولو انه ما فيش بنزيما، ما فيش بوجبا، ما فيش كانتي، لكن منتخب قوي، واللي حتى اللي عوضوا اللعيبه اللي شفناهم، شفنا يعني لعيبه كويسين، شفنا تشواميني وشفنا رابيو بقى النهارده، وشفنا جيرو، وجيرو النهارده بقى سجل هدفين، ومنتخب فرنسا زي ما انت بتقول كده هو مليان جيرو، يعني جيرو ايوه جيرو هو اللاعب لعب 2018 يعني في كاس العالم النهائي وتوجد بها المنتخب الفرنسي. صحيح. يعني المنتخب التونسي بصراحه عمل مباراه كويسه محترمه جدا جدا، تكتيكيا وفنيا وروح عاليه ويعني حب الانتصار، لكن ما جاش الانتصار، يعني لعب ضد منتخب محترم، منتخب الدنماركي اللي الشارع الرياضي في تونس كان يحكي ويتكلم اللي صعب اللي نحن نكسب المنتخب الدنماركي ولا نتعادل معه، لكن نتيجة إيجابية أحسن من صفر نقاط. يعني لو أنت اليوم انهزمت ضد المنتخب الدنماركي حظوظك حتقل، يعني صح صراحة حتقل، ويعني كانت هتبقى شبه معدومة، كانت هتبقى شبه معدومة أكيد يعني. أكيد معدومة على الآخر، يعني أنت يعني كابتن معناها اليوم اللي خسرت ضد المنتخب الدنماركي مستحيل تترشح، يعني حتى ولو كسبت المنتخب الأسترالي صح اللي هي مش تكون مباراة صعيبة، المنتخب الأسترالي منتخب صحيح خسر النهارده، لكن ما عادش عنده ما يلعب المنتخب الاسترالي، لازم يقول لك انا زي ما حظوظ المنتخب التونسي وفر زي هم انت، يعني المنتخب الاسترالي لازم يقول لك انا اخر فرصه لازم نكسب المنتخب التونسي اللي هي مش تكون مباراه صعيبه، يعني صعبه جدا على المنتخبين. اللي عمله النهارده المنتخب السعودي وفوزه على الارجنتين خلى الموضوع بقى مغري. فرنسا قوه كبيره بطله العالم، بس خلتنا نحس انه ليه لا تونس ما تعملش معاها نتيجه ايجابيه ولو حتى التعادل، ما خلاص ما هي برضه السعوديه كسرت قدام عينينا فكره انه القوه العظمى او القوه التي لا تقهر في كره القدم. اكيد اكيد يا كابتن، لكن الحاجات هذه والمباريات هذه ما تجيش دايما، لو منتخب السعودي ومنتخب الارجنتين يعاودوا المباراه يعني حتكون طبعا يعني حتكون حاجات ثانيه، يعني ما هيرفي رينار قال كده الاوف سايد صح، الاوف سايد اللي اربع مرات اوف سايد المنتخب الارجنتيني، يعني المباراه كانت تنتهي في الشوط الاول ب 3-0 و 4-0، لكن 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 هذه كوره وهذا واقع، وهذا يعني نتكلم على منتخب سعودي منظم وروح قتاليه، يعني ويعني اوف سايد، هذا اوف سايد ما فيش كلام. لكن زي ما قلت انت يعني المنتخبات، يعني نشوف المنتخب المغربي غدوة يلعب كرواتيا، يعني المنتخبات هذه تحاول تكسب، لكن ما تجيش ديما، مش دايما يعني المنتخب السعودي مش يكسب المنتخب الارجنتيني، مش دايما المنتخب التونسي، يعني صعبه المباريات هذه، مفهوم فيها طبعا مفاتيح، فيها مفاتيح، فيها جزئيات تتلعب عليها، فيها يعني لو ما سجلت سلف الدوسري الهدف الثاني صعب المنتخب الارجنتيني المنتخب السعودي يكسب. صح. طب كابتن يعني فما جزئيات مباراه كابتن وسام، تتوقع طبعا تتوقع المنتخب السعودي او التونسي عفوا ممكن يروح لبعيد في هذه المجموعه؟ احنا يا كابتن احنا من عام 78 طموحاتنا، وبصراحه خلينا نقولوها منتخب طموحاتنا، ومن عام 78 رحنا الارجنتين،
يعني ما تجاوزنيش الدور الاول، يعني منتخب من طموحاتنا نتجاوز الدور الاول وبعدين كل مباراه ومباراه. يعني من طموحات الصراحه خلينا نقول من طموحات المنتخب التونسي في الوقت هذا اللي هو يمشي للدور الثاني، لكن الدور الثاني وتلعب ضد منتخبات صراحه قويه برشا في العالم. يعني اليوم عملت خطوه صغيره، هي صغيره وما تسميش خطوه معناها كبيره باش تتجاوز الدور الثاني، لكن عندك منتخب استرالي اللي هو خسر 4-1 صح؟ لكن مجروح، يعني يحب يتجاوز المرحله هذه، حتى هو يحب يروح للدور الثاني، لكن الدور الثاني كيفاش يروحوا؟ لازم يكسب منتخب التونسي، يعني مش تكون مباراه صعيبه. صحيح. يعني بصراحه مش تكون مباراه صعيبه، اصعب من مباراه الدنماركي، ومباراه كل مباراه والحقيقه نتاعها، يعني التكتيك وكل مش زي ما لعب المنتخب التونسي ضد المنتخب الدنماركي، مش تكتيك المنتخب مش يلعب ضد المنتخب الاسترالي. المنتخب التونسي لو عايز يروح الدور الثاني لازم يجازف، لازم يلعب خطه هجوميه، لازم يروح للقدام يعني عشان يكسب المباراه، مش يلعب التالي وتستنى ويعني لا ولا وفي الاقل وفي العالم، يعني لا لازم تروح وتكسب وتتمكن باش تتسجل. طبعا يعني مش طبعًا. نفس التكتيك طبعًا نفس التكتيك اللي لعبت به ماتش المباراه الدنمارك، مش نفس التكتيك اللي لعب به المنتخب الاسترالي. اذا عايز تروح الدور الثاني عشان الدور المباراه الثانيه هي المباراه المفتاح 100%، مباراه المفتاح هي المباراه الثانيه ضد المنتخب الاسترالي ان شاء الله، عشان المنتخب المباراه الثالثه مباراه صعبه وصعبه وتكسبها، يعني صعبه تكسبها المنتخب الفرنسي ان شاء الله. كابتن وسام باذن الله المنتخب التونسي شرفنا، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. كابتن وسام العبدي لاعب منتخب تونس ونادي الزمالك الازبك، انا بشكرك شكرا جزيلا.